Hey guys, كنت نسكن بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بان اوتر فيديو، فيديو اللي مبدله، فيديو اللي فيها الهضره بزاف. صراحه كنتمنى ما تكونش طويله باش ما تملوش. اون لا فيديو ديال اليوم غندوي لكم على لو اس تي، السيستم ديال لو اس تي اون جينيرال، غندوي لكم على ليكسبيريونس اللي دوزت فيها. صراحه واخا ماشي واحد لونغ تايم، يعني دوزت فيها غير عام، يعني باقي لي العام الثاني، انا باقي دابا يلا المهم نجحت في بروميير اني ودابا طالعه دوزيام اني. بون انا نعاود لكم على كيفاش دازت الانسكريبسيون، كيفاش تهزيت، كيفاش تقبلت، كيفاش دايره القرايه اون جينيرال في لو اس تي، كيفاش هو السيستم ديال لو اس تي اللي كتمشي به. وصراحه كنتمنى تستافدوا بزاف من هاد لا فيديو. بون كيف ما قلت لكم غنقول لكم السيستم ديال لو اس تي كيفاش داير وداكشي كامل. كنتمنى صراحه تستافدوا مزيان من هاد لا فيديو، لحقاش كيوصلني بزاف بزاف ديال لي ميساج بحال فاش كندير كيو ان اي في انستغرام. كيبقاو يسولوني فاش كتقراي، فاش كنقول لهم لو اس تي كيبقاو يقول لك فاش درتي دخلتي لو اس تي، كيفاش دايره القرايه تما، واش غنزعم، واش داكشي كامل. داكشي علاش قلت علاش لا ما نديرش لكم اون فيديو زعما اللي تستافدوا منها، ولا تبقى زعما يعني اللي حتى جاي بقى يتفرج فيها في العون، ونبقى نجاوب ديما في دي ستوري ولا نجاوب لكم في بريفي. اول حاجه في لو اس تي وهي بري انسكريبسيون او التسجيل، كيفاش كتم الاوبيراسيون، وهي انه يعني هادشي شي معروف، كتمشيو للسيت ديال لو اس تي اللي هو لو اس تي صافي. بالنسبه لي انا زعما اللي كنسكن في صافي، بالنسبه للناس اللي كيسكنوا هنا، بالنسبه للناس اللي كتسكنوا في كازا فاس، كتمشيو كتكتبوا لو اس تي وكديروا حدا الفيل اللي كتسكنوا فيها. المهم انا هادشي اللي عارفه على لو سيت. من بعد كتقيدوا في لو سيت وكيدوز واحد، المهم هادشي قبل من الباك، وقيله في شهر 6، في الاول ديال شهر 6. من بعد فاش كدوزوا الباك وكتنجحوا، من بعد دابا بحال هاد الوقيته ديال شهر 8 كيبداو يخرجوا لي ليست. اول ليست كتخرج هي ليست برينسيبال. ليست برينسيبال كيكونوا فيها الناس ديال اللي جايبين 19 18 17، يعني دوك اللي كيكونوا جايبين مزيان بزاف هما اللي كيطلعوا في ليست برينسيبال. وصراحه اغلبيتهم ما كيجوش لو اس تي، لحقاش واحد جاب 19 اولا واحد جاب 18، ما يجيش صراحه يدير لو اس تي، غادي يمشي يدير الميديسين بالنسبه لك كان داير سيونس فيزيك ولا اس في تي ولا شنو كان داير، غادي يمشي يدير الميديسين، غيدير بزاف ديال لي زاكول زعما اللي احسن من لو اس تي. ومن بعد فاش كتكون ليست برينسيبال، الناس اللي كيجيو يتقيدوا راه كيتقيدوا، كيبقاو البلايص خاويين، يعني داك الناس اللي ما جاوش لو اس تي كتبقى بلايصهم. تما في الاول ديال شهر 9 كيخرجوا لا دوزيام ليست. لا دوزيام ليست هي فيها الناس اللي جايبين 15 14 13 بحال هكاك 12، هادو هما اللي كيطلعوا في الدوزيام ليست. كيعطيهم واحد لا بيريود ديال 3 شهور خصهم يجيو يتقيدوا فيها، ولا جو بونس ان جور. المهم كل شعبه اولا كل فيليير كيديروا ليهم ان جور باش كيجيو كيتقيدوا فيها. بالنسبه لي انا تي ام كنا واقيلا دزنا حنا الاولين، ما عرفتش واش كنا دزنا حنا الاولين ولا لا. المهم كتمشي تقيد في داك لو جور، كدي لو دوسي ديالك، دوسي كيكون عادي، كيكونوا كاتبين لكم شنو داكشي اللي خصكم تجيبوه في لو سيت، يعني تمشيو ديروا غير سكرين شوت وتمشي تجيبوا كاع داكشي اللي قالوا لكم جيبوه. من بعد فاش كتمشيو تسجلوا، دابا انا باقي غير كنجيب لكم على ليس، باقي ما دويش لكم على القرايه. من بعد دوزيام ليست كما قلت لكم، فاش كتمشيو تقيدوا كيشوفوا الناس اللي ما جاوش في لو ليست الثانيه، في لا ليست الثانيه، وكيشوفوا يعني واش شاطر لهم شي بلايص، واش زعما الكلاس عمر او لا. من بعد داكشي كيخرجوا لا ثوازيام ليست. ثوازيام ليست كتكون دائما في السدراكيه، كتكون مورا السدراكيه. انا هادشي اللي باقا عاقل عليا من العام اللي فات، كتكون السدراكيه، ف كدوز واحد دو سيمين من بعد ما يخرجوا الغيزولطا ولا اون سيمين، وكيخرجوا زعما لي ثوازيام ليست اللي هي ديال الناس اللي دوز السدراكيه ونجحوا. كتكون واقيلا ديك 11 بحال هكاك 12 جوبونس. العام اللي فات كانوا داروا اخر سوي وهو 11 فيغ كل شي حاجه، يعني كانوا مطيحين السوي، حيت الاعوام اللي قبل منهم كانوا ديما كيديروا 12، ولكن العام اللي فات داروا 11، وهذا العام ما عرفتش صراحه شنو غادي يديروا. بون من بعد فاش كتقيدوا صافي، تما كتبدا القرايه، كيتسدوا لي ليست كاملين، صافي كيكونوا تجمعوا الناس وداكشي، كتبداو القرايه. دابا غادي ندوزو للقرايه. كيسولوني واش القرايه في ليست صعيبه، صراحه فيما مشيتي القرايه صعيبه، مورا الباك اي حاجه مشيت لها صعيبه، لحقاش ما كيبقاش داك الزيار اللي كتكون يعني باقي انت داير غادي عليه. بحال الباك كانوا مزيرينا، كان غياب داكشي. فالحاجه اللي زوينه في ليست في القرايه هي انهم كيزيروك، ماشي كيزيروك، ولكن كيزيروك بواحد الحاجه اللي هي الغياب. يعني كلنا كنخافوا من الغياب، وخصوصا في ليست لحقاش ما كنتش عارفهم كيديروا الغياب، حتى دوزت واحد تجمع ليا واحد بيتر بحال هكاك، عاد عرفت بلي كيتقيد الغياب وداكشي كامل. ف صراحه الغياب كيزيرك، يعني في العوض ما كتب بحال دابا في لافاك، عندكم اكزامبل بحال لافاك ما كاينش الغياب، في العوض ما كتسم داخل كيجي يجرك شي صاحبك كيقول لك يلا نمشيو للبلاي، انا كنبعد على الدراري بيان سور، صافي كتمشي معاه، يعني ماشي بحال لو اس تي. لو اس تي لا، يعني
وما كتعرفش الوقيته اللي غادي يقيدوا فيها الغياب. هذه حاجه باينه يعني كاين بروف اللي كيقيد الغياب كاين بروف اللي ما كيقيدش كاين لو ميم بروف اللي كيقيد داك النهار ونهار اخر ما كيقيدش يعني ما تقدرش تتاكد واش غادي يقيدوا لك الغياب ولا لا. شنو هي الحاجه اللي غايبه في الغياب؟ وهي انهم فاش كيتجمعوا لك السوايع فاش كتوصل لواحد 18 اور بحال هكاك 18 ساعه كيصيفطوا لك افيرتيسمون واقيلا ماشي كيصيفطوا عليك للدار ولكن غير كيطلع عليك في الطابلو يعني ديك الساعه خصك تخاف كتعاود واقيلا تزيد واحد 4 اور بحال هكاك كيعاودوا يصيفطوا لك بلام من بعد ديك البلام كتزيد واحد 2 اور ولا 4 اور وكيديروا لك شنو سميتها ومن بعد ديك 4 اور اللي كتزيد كدوز ديريكتومون للكونسي ديسيبلين. الكونسي ديسيبلين هو اخيب حاجه. علاش الكونسي ديسيبلين؟ جبتي المراقب ديال الضربه ولا جبتي شي حاجه ملموسه يعني شي حاجه اللي باينه علاش انت كنتي كتغيب فيقدروا صراحه يتساهلوا معاك وما يدو زعما ما يوقع لك والو اولا ما يوقفوكش ولا شي حاجه. لما كانت عندك يعني حتى شي مبرر وما جيتيش انت كاع عندك الكونسي ديسيبلين كنتي كتغيب غير حيت قالها لك راسك فكيوقفوك اون سيمين بحال هكاك دو سيمين. حتى انا عمري ما دوزت في كونسي ديسيبلين كنشوف غير الناس اللي دازو فيه واخيب حاجه هما انه يزيروا معاك ويوقفوك في الفتره ديال ليزيكزام يعني ما كتبقاش تدخل ليك وبجالهم ما كتبقاش دوز ليزيكزام وما دوزش شي اكزام في ليستي يعني زيرو صراحه ما كيعاودوش ليك ليكزام يعني انا كنجمع على ليستي ديال الاسفي اللي كنقرا فيها يعني ما يعاودوش ليك ليكزام واخا ما نعرف شنو يكون مع الا كنتي زعما مريض وكنتي جبتي الوراق وداكشي مازال البروف كيتساهل معاك وكيدوز ليك اولا الا كان واحد يعني كنتي كبيره ديال الناس ما دوزوش فهمتي يعني النص في الكلاس ما دوزش يعني كيقدر البروف يشوف تاعي ويعاود ليك اما يعني انت قلت زعما مع راسك غيبتي فراه امبوسيبل يعني لان حنا كنقراو كنا هاد العام 150 واحد وصراحه كنا كنجيو غير واحد كذا 40 ما كانش كيجي بنادم كاع ف ميمكنش كلاس في 150 يدوز لي ويجي انت يضيع واحد 2 وحنا عارفين باللي في لي زاكو سوبيريور وداكشي الاساسي اللي كيتخلصوا الساعه يعني ميمكنش هو يضيع ساعه اللي يقدر يتخلص فيها يعني فلوس ويجي انت يدوز لك اكزام لحقاش بقيتي فيها ولا لحقاش غيبتي وبقيتي ناعس وما فيكش اللي تجي دوز شي اكزام. بون رجعوا لي القرايه هادشي القضيه ديال الغياب وهي الحاجه اللي زوينه ومزيره فيها لو اس تي وهي انك بزز انك تدخل يعني واخا ما تكونش انت حامل الدخول كتشوف الغياب كتدخل. شنو حاجه صراحه اللي جاتني زوينه في لو اس تي وهي انه المات ما كاينش ماشي المات ما كاينش كاع المات كنقراو في الاس ان. المهم اخيب سيمستر غادي يدوز عندكم فهاد فهاد الكاتر سيمستر اللي كاينين في لو اس تي وهو الاس ان. صراحة ما يجيش واحد يقول لي لا الاس 2 صعابه ولا لحقاش كاع الناس اللي كنعرفهم جاتهم الاس ان صعيبه لحقاش دخلنا كنشوفوا واحد كنشوفوا شي حوايج جداد في لو اس تي ما كناش كنشوفوهم كنشوفوا ان يعني غفلات خيوم اللي كندوزو فيه لي زيكزام يعني نبدل كحدوك واحد 3 ديال الاساتذه وما كاينش كيفاش دير يعني ما كاينش لي صوفيك ما كاينش يعني كتكون انت بوحدك في الطابله يعني داكشي اللي قريتي داكشي اللي كنتي كتدخل وكتشوفو كتلقاه في الورقه ما كيحطوا لك حتى شي حاجه ما عمرك مشيتيها يعني داكشي اللي قريتي هو اللي كتلقاه كيكونوا حاضرينك بزاف ديال الاساتذه يعني امبوسيبل تنقل امبوسيبل ما عدا لا هما رخاو ليك واغلبيه ما كيرخيوش ليك يعني خصك لا قريتي شي حاجه يعني اولا لا شفتي شي حاجه ولا لحفتي شي حاجه غادي تحطها ما حفتي شي حاجه فراه ما غادي دير حتى شي حاجه والاساتذه ما كيتساهلوش معاك لحقاش قليل فين كيعرفوا الاساتذه سميتك لحقاش حنا كثار ماشي حنا كثار بحال لافاك يعني حنا لكثرنا كتلقى كلاس فيه 150 واحد ف يعني الاستاذ ما يقدرش يعقل لك على 150 واحد كامله وهذا الشيء من غير الناس اللي كيقريو يعني في جهه اخرى فداك الشيء علاش يعني ما يمكنش استاذ يتعاون معاك ما عدا الا كان كيشوفوك بزاف وكان عارف سميتك وكنتي كتشارك في الكلاس بحال هكا مازال كيقدروا يتعاملوا معاك. بون بالنسبه للمشاركه في الكلاس هذه واحد الحاجه اللي ما كايناش في الاستاذ لحقاش ما كيديروش سميتو البارتيسيباسيون اون كلاس باردون ما كتحسبش كاع في الاستاذ قليل كان كيحسب علينا وقيلا واحد الاستاذ ديال لونغلي ولي كان دير على وقيلا واحد 10% ما عرفتش. المهم لي زيكزامان الاولين كل بروف كيدير لنا 2 زيكزامان ما يمكنش يدير لنا 3 اولا كيدير لنا واحد ولكن اغلبيه كنشوفو جوج يعني كتكون 50% ليكزامان الاول و 50% ليكزامان الثاني اولا كتكون 55% ليكزامان الاول وليكزامان الثاني 45% صافي هادشي اللي كاين يعني ما كايناش واحد البورسونتاج ديال لا بارتيسيپاسيون اون كلاس يعني كي شاركتي كي ما شاركتيش داكشي كيبقى لك حيت لا شاركتي في الكلاس كتبقى عاقل بزاف مزيان على ديك لانفورماسيون اللي شاركتي فيها وتقدر تجي ما تجيش يعني
بارتيسيپاسيون ما كايناش وما محسوباش، ولكن ضروري خصك تجي لحقاش البروف كيبغي ضروري يشوفك، باش لحقاش البروف صراحه كيبغي ضروري يشوفك. واخا حتى ما كتستافد والو، ولكن هو باش ما يشدش معاك الذكر، وباش يبقى يقول بعدا داك الدري كيخدم معاك ولا سولتي شي حاجه يقدر يجاوبك. كما قلت لكم الاس ان كتكون صعيبه لحقاش كيجي واحد السيستم اللي عمرك ما شتيه وكتولي تقرا فيه، يعني كيتخربق عليك كلشي، كتجيك القرايه صعيبه بزاف. يعني انا في الاس ان كنت كنقول انا جاب لي في الاس ان كنت كنقول انا جاب لي، انا جيت اصلا كندير انا في الاس تي انا بلاصتي ما جينا واحد الله لحقاش فريمون كنا كنشوفوا شي حوايج بيزار واحد الله الا بيزار. ولكن في الاس 2 ولفنا، يعني في الاس 2 جاني السيستم ساهل بزاف، عارفه لي ماتيغ اللي عندي، عارفه الاساتذه، كنجي يعني في الوقت اللي وليت عارفه. يعني البروف كاين اللي بروف كيقبل لك انك تعطل شويه، كاين بروف اللي لا، كاين بروف اللي كيخليك تخرج، كاين اللي لا، يعني بحال كتولي حافظ السيستم، يعني كتولي داك البروف صافي هاني هذاك ندخل عنده، هذاك كيحط دي زيكزامان ساهلين، هذاك كذا هذاك كذا. المهم بالنسبه الناس ديال الاس في كيسولوني على الاساتذه، الاساتذه صراحه ضريفين ديالنا، كاينين شي وحدين اللي ولكن اغلبيتهم ضريفين. بون بغيت ندوي على واحد نقطه اخرى، وهي ان الناس اللي كيخدموا مزيان وكيخدموا من نيتهم في الاخر ما كيلقاوش لا نوت اللي خدموا عليها. بحالي انا صراحه ما كتوقعش ليا ديما، ولكن فريمون بعض المرات كنخدم مزيان، يعني ما كنبقاش نعس في الليل واحد. المهم صراحة انا في واحد الحاجه اللي خايبه بزاف، وهي انني ما كنراجعش قبل ليكزام، لا انا كنخلي حتى الليله ديال ليكزام عاد كنبقى فايقه في دوك الليلات قبل، خصوصا الليله اللي قبل ليكزام، فهي حاجه خايبه فيا، ولكن اوموان كنجيب مزيان فيها. وغادي نرجع للسوجي، وهي انك كتخدم مزيان وفي الاخر كتلقى لا نوت ديالك ماشي هي اللي كاينه في الورقه. صراحه هذه حاجه عاديه بزاف سوبر عاديه، لانك ما كتشوفش ورقتك. انا ما عقلتش بلي حنا شفنا ورقتنا من نهار بديت كنقرا في الليسي، دابا راه عامني ما شفت شي ورقه ديالي ديال ليزيكزام، يعني ما كيعطوكش تشوفها، وكاع الا مشيتي بيتي تاخذها ف بحال الاستاذ كيشد معاك التذكير ما عرفتش، ولكن بحال كيقول لك زعما انت ما كتثقش فيا، انا نقطتك هذيك اللي حطيتها لي، فهمتي الخضر جبد معاه صداع. وخصوصا انا لي بروف اللي كتقرا عندهم في الاس ان كتبقى تقرا عندهم العام كامل، يعني كتبقى تقرا عندهم في الاس 2 الاس 3 الاس 4 تقدر تقرا عندهم حتى ليسونس وانت كتقرا عندهم، فيعني ما تقدرش انت تغامر وتمشي للاداره وتقول لهم بغيت تشوف ورقتي واخا ما نحقق. ولكن صراحه لي بروف ما كيفهموش، بحال كيقول لك انت ما كتيقش فينا، واش زعما واش حنا نقطتك غادي نكذبوا عليك فيها، واش ما غنحطوش لك ورقتك، واش حنا زعما ما نصحوش لك ورقتك. فداك الشيء علاش البروف لا نوت اللي شفتيها يعني غادي تسكت عليها وصافي. واخا صراحه كتوقعت لي شحال من مره، يعني كنت خدمت مزيان وفي الاخر ما لقيتش لا نوت اللي كنت بغيت، ولكن عادي كتقدر تكونسيها في ليكزامان ثاني، الا ما كانش ليكزامان ثاني غاتخافاش. غنجيب لكم دابا على غاتخافاش، بزاف ديال الناس اللي دابا طالعين لو استي كيقول لك غاتخافاش، انا ما غنجيبش غاتخافاش. عمرك ما تقول بحال هكا لحقاش في الاس ان غادي يطيحوا عليك كاع لي غاتخافاش، هادي حاجه عادي. وصراحه لي غاتخافاش زوينين بزاف كينفعوا. كنتخيل دابا انا كون ما كانوش لي غاتخافاش، كون كانت النوت اللي جبتي في الاول صافي هي اللي كتبقى كتنجح اولا كتسقط، هو ماشي شغلهم. ولكن غاتخافاش والله الا رحمهم الله، غنعاود لكم كيف السيستم ديال غاتخافاش اولا كيفاش كيقدر يطيح عندك غاتخافاش. نجح في الاستا كيتحدى على 12، يعني الا جبتي 12 الفوق راك ناجح، جبتي 12 والتحت كتسقط صافي. هادي هي الحاجه اللي خايبه في الاستا وهي 12. كنفترضوا في انك اون ماتيغ جبتي فيها نشرح لكم بعدا واحد الحاجه قبل من هادشي كله، الا جبتي قل من 6 في اون ماتيغ كترجع افير، رجع جبتي 8 والفوق، 8 والفوق جبتي 8 والفوق كدوز غاتخافاج، ولا جبتي 12 صافي راك كتنجح. بون كيفاش كترجع غاتخافاج؟ بحال دابا كنفترضوا انك في ليكزامان الاول جبتي قل من 6 وفي ليكزامان ثاني جبتي فوق من 12، يعني فاش كيتجمعوا كيضربوا في بعضياتهم وداك الشيء كتخرج لك 10 كذا 7 كذا 6 كذا. المهم فاش كتخرج لك بحال هكا كترجع غاتخاباج اولا كتريكوبونسا بالماتيغ اللي معاها في الموديل. حنا ما ندوش على داك الشيء ديال لي موديل وداك الشيء، حيت داك الشيء مخربق بزاف، ولا جيت نشرحو لكم ما غنعرفش خصني ورقه وستيلو نبقى نكتب وداك الشيء، داك الشيء غندوي لكم اون جينيرال. يعني جبتي قل من 6 كترجع افير ما عدا لا تريكوبونسات اللي كاين بالماتيغ اللي معاها في الموديل، جبتي فوق من 8 كدوز غاتخاباج، جبتي 12 الفوق صافي كتنجح، ماشي كتنجح ولكن كتكون فاليديتي داك الموديل اللي جالك. صراحه ما تدوش كاع داك الغاتخاباج، يعني
نفترضوا ان في الموديول الماتيير الاولى جبتي فيها 16 والماتيير الثانيه جبتي فيها 10، يعني شنو كيوقع؟ كتريكوبونس الاولى بالثانيه فكتولي عندك داك 13 فاصله اولا 12 فاصله، المهم انا ما حسبتش هادشي اللي قلت، تو سامبلومون كتريكوبونس عليك وما كترجعش غتخافاش. مع هذا الا جبتي اقل من 6 في الماتيير واخا تكون تريكوبونسات بالماتيير الاخرى ف 100% كترجع غتخافاش وتقدر ما تدوش غتخافاش. لحقاش فاش كتجمع النو ديالك في السيمستر لقيتي فوق 12، يعني تقدر ما تدوش لي غتخافاش ديالك لحقاش سديتي الاس ان ديالك، يعني تقدر لا بيتي ما تدوش لي غتخافاش ما تدوزهمش لحقاش انت ناجح. اولا الا كنتي باغي صراحه تعاود تزيد في فيركول بحال هكا كنتي جايب 13 فيركول 50 ودوزتي واحد 3 ديال لي غتخافاش تقدر تولي لك 14 ولا تولي لك 13 كذا و90، فهمتوني كيفاش؟ مهم يعني كتبقى تزاد في لي غاتخافاش كيزيدوك في لا نوت. الغاتخافاش محسوب على 12 ما محسوبش على 20، يعني واخا يعني الاستاذ كينقط لك داكشي على 12، يعني كيعطيك ليكزامان في غاتخافاش منقط على 12، يعني ما تقدرش تجيب 13 او 14 او 15 لحقاش هكا كاع الناس ما غاديش يدوزوا لي زيكزامان ديالهم وغيخليو حتى الغاتخافاش عاد غادي يدوزوها الا كان كيتنقط على 20. ما عرفتش صراحه واش شرحت لكم هادشي مزيان ولا لا، ولكن عطيتكم غير داكشي من الفوق غير باش نوضح لكم لحقاش هادشي اللي جيت ندوي فيه بزاف ما غاديش تفهموا، وصراحه انا باقي لي حد الان ما فاهمش شي حوايج داكشي علاش انا كنقول لكم غير داكشي اللي عارف. فهادشي اللي كان على غاتخافا صراحه غاتخافا شي حاجه اللي زوينه، يعني ماشي يخرج لكم، خاصكم تفادوه تحاولوا تفادوه باش تجيبوا دي نوت احسن لحقاش كيما قلت لكم غاتخافاش محدود على 12، يعني تقدروا نتوما تجيبوا في ديك لا ماتيير اكثر من 12، يعني عطيو فيها في يعني في لي سيسيون عاديه احسن من احسن من غاتخافاش. حاولوا تافيتيوه ولكن اللي خرج لكم ما يبقاش فيكم الحال، يعني سيروا دوزوه يعني عادي، وخا صراحه كيخرج لكم في هذه المرحله اللي كتكون يا اما كتكون عندكم عطله بحال دابا في العطله ديال الربيع، يا اما كتكونوا مسافرين شحال من حاجه، فعمركم ما تضيعوا شي غاتخافاش واخا تكونوا سادين داك السيمستر تكونوا سادين، يعني بكنز كان صراحه كثيره، يعني انا كنت جبت كان في سيمستر صراحه ما نعاودش غتخافاش. المهم واخا صراحه تكونوا يعني جايبين دانو زوينين بزاف ولكن دوزو غتخافاش صراحه، يقدر يزيد لكم في يقدر يزيد لكم في لانوت ما تعرفوش شنو كاين، ما تعرفوا غتخافاش تحط سهل، ما تعرفوا غتخافاش تحط صعيب، واغلبيه كتحط سهل. بون لسه فيها كما قلت لكم ديزل، يعني كتقد تاخذ دي او تي ديالك في عامين، هادشي الا ما سقطتي بيان سور او لا ما فاليديش كلشي، يعني خصك كلشي يكون فاليدي او يعني غير ما غاديش دوز غير دوزون. ولكن صراحه كنتمنى كلكم تفاليديو لحقاش ماشي شي حاجه صعيبه انك تفاليدي، خصك غير تزير راسك واحد شوي شوي بزاف وغادي تفاليدي كلشي ان شاء الله. بون لسه فيها دوزون كتاخذ دي او تي ديالك، من بعد ما كتاخذ دي او تي كتقدر تكمل ليسونس، فاش تقدر تكمل ليسونس كدوز واحد لو كونكور في ليستي وصافي كتدخل ليسونس عادي كدوزو، يعني كتدخل تقرا زعما ليسونس عادي. بون صراحه بغيت ندوي على واحد لا نوت وحده اخرى، وهي بالنسبه للناس اللي ما كانوش باغيين يديروا ليستي كانوا دافعين لان سي جي ليسكا ميديسين ما نعرف شنو، المهم بالنسبه للناس اللي ما كانوش باغيين يديروا ليستي ولكن طاحوا في لوستا، يعني محتاج ما بقى عندهم حتى شي شوا، واغلبيتنا لوستا كنخليوها واحد لو شوا اخير، يعني في اقليه اللي كتكون باغا دير لوستا كتكون اصلا مبلانيا من الاول على انها دير لوستا، يعني قليل بزاف اللي كتلقاهم بحال هكا. ف صراحه بغيت نقول لكم بلي هو واحد لو شوا زوين بزاف، يعني ماشي زعما ما تقبلتيش انت في لانسيجي او لا في ليسكايا او في اولا في الميديسين صافي، يعني صافي صافي انت غادي تموت عادي صراحه، غادي تدخل تقرا في بي دي اس بلاي سي لا فاك، تقدر تدخل تقرا في اي حاجه بغيتي، تقرا ديك ديزون تاخذ الدبلوم ديالك او لا دي او تي او ما نعرفش من داك الدبلوم اللي كياخذو في بي دي اس، واش تقدر تعاود ثاني تدفع على دفع ديك المدرسه اللي انت باغي في ليسونس وتقبل، ما تقبلتيش في ليسونس تعاود تقرا ليسونس في شي بلاصه اخرى وتعاود تدفع تاخذ ماستر في ديك المدرسه اللي كنتي انت باغي، يعني فرانا لما تقبلتيش في شي بلاصه يعني راه ماشي لا فان دو موند، يعني تقدر موطور. بون كيما قلت لكم لما تقبلتيش انت في شي بلاصه راه ماشي لا فان دو موند، راه يعني عادي بزاف داكشي، كلنا حتى شي واحد ما دار فينا لو اس تي هو باغي لو اس تي من الاول، يعني كلنا كنا كنحلموا ب ليست ليست جي بزاف ديال الحوايج، يعني صراحه ما يبقاش فيك الحال لحقاش اون اكسبيريونس زوينه وصراحه مزيانه، لحقاش تخيل انك تبقى تقرا في مدرسه وحده 5 حتى تاخذ ماستر، تخيل دابا انت تبقى تقرا في لانسي جي او في ليسكا 5 سنين، 5 سنين انت كتشوف نفس الكمامر، 5 سنين انت كتقرا عند لي ميم بروف،
يعني 5 سنين نفس السيستم صراحه فريمون كتمل وما كتبقاش تحمل القرايه. ماشي بحال لا بقيتي كتبدل قريتي في لاستي ابري مشيتي درتي ليسونس في مدرسه اخرى من بعد مشيتي لمدرسه اخرى فصراحه مزيانه بزاف لحقاش كتبدل وصراحه كتشوف ناس جداد كتبي تقرا معاهم شحال من حاجه يعني موتيفاسيون زوينه بزاف موتيفاسيون زوينه اكسبيريونس زوينه قلت لكم موتيفاسيون زوينه المهم صراحه لحقاش حتى شي واحد ما لقاها كيف ما بغا يعني باقي ما دويش لكم حاجه لي فيليير بون لو استفاد بزاف ديال لي فيليير ما عرفتش واش غادي نحط لكم شي صوره هنا نخلي لكم فيها لي فيليير ولكن اصلا كيبانوا صغيورين بزاف وكاينين بزاف ديال لي فيليير انا ما كنعرفهمش كاملين لحقاش كاينه كاليتي كاينه جيني انفو كاينه اندستريال وقيلا وعاد كاينه تكنيك دو ماناجمنت اللي فيها انا المهم ليكونوميست الناس اللي دايرين ايكونومي اللي دايرين جاستيون كونطابل بحالي فكيكون عندهم شوا واحد في ليستي وهو تكنيك ماناجمنت اللي هو انا فيه دابا بيان سور. بالنسبه للناس اللي دايرين كانوا دايرين فيزيك صراحه عندهم شوا بزاف الناس اللي دايرين فيزيك يقدروا يمشيو لاي حاجه المهم ما عنديش زانفورماسيون بزاف عادي في ليا وحدين اخرين هادشي اللي قلت لكم كامل المهم هادشي اللي قلت لكم ديال ليزيكزام وداكشي الاخر والسيستيم قل من 6 فوق من 6 12 هادشي راه كيمشي على كلشي لو ستيك كامل لو ستي ديال المغرب كامله كتمشي بحال هكا هي بالنسبه لي في ليا اللي ما عرفتش بون بالنسبه للناس اللي سيونس فيزيك اولا دايرين دي فيليير اخرين من غير ايكونومي و من غير ايكونومي اس في تي وداكشي الاخر وباغيين يجيو يديرو تكنيك دو ماناجمنت ويقول لي لا حنا ما عارفين حتى شي حاجه على الايكونومي حنا ما عمرنا قرينا داكشي داكشي باين غادي يجينا صعيب باين داكشي بيزار انا نقول لكم واحد الحاجه فريمون الناس اللي دايرين سيونس فيزيك كيجيبو اكثر منا انا صراحه ما فهمتش علاش ولكن انا نقول لكم علاش انا دابا عاد عرفت علاش لحقاش حنا جاستيون كونطابل ايكونومي اون جينيرال اللي دايرين هاد الفيليير ديالنا صراحه ما كيكونش عندنا لي شوا بزاف ابري باك يعني عندنا حاجه وحده غادي نتبع ماشي بحال ليسونس فيزيك تقدروا تمشوا حاجه لحاجه 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 يعني داكشي عندكم زوين بزاف كتقراو حوايج جداد حنا لا حنا كنبقاو نقراو ذا سيم ثينكس يعني كنبقاو نقراو ليكونومي الكونتابيليتي لوركانيزاسيون اللي هي كتولي ماناجمنت كتبقى تقرا هادشي يعني من 6 باك اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 فصراحه كتمل نقول لكم صراحه واحد الخطا ثاني ما بيتكونش توقعوا فيه كاع اللي هو من هذا الشيء ديال انا ما كنجيبوش مزيان وهو انك فاش كتدخل بالنسبه لينا حنايا الناس اللي كانوا ايكونومي فاش كتدخل لوستي كيجيك داك الشيء باسل فاش كتبدا تقرا شناهي اون انتربريز شناهي هادي كيجيك داك الشيء باسل يعني كتكون داك الشيء انا كنشوف سيزيام يعني داك الشيء ساهل داك الشيء غادي نقرا وصافي يعني ما كتعطيش كاع ما كتركزش فيه ما كتعاودش انت تفكر وانت اصلا داكشي ناسي انت باقي عاقل غير على ديك الكلمه ما كتراجعش ما كتنتبهش مع البروف اون كونتر الناس سيونس فيزيك كيجيهم داكشي عمرهم ما قراو شنو هي اونتربريز ما عارفينش شنو هي ديفينيسيون ديال اونتربريز ما عارفينهاش انا ما كندويش على الترجمه ديالها انا كندوي شنو هي زعما التعريف ليكونومي ديال ايكونوميك ديالها ف كيجيهم داكشي غريب كيبغيو زعما صراحه كيبغيو يقراو كيقولوا ناري انا هادشي ما غاديش نعرف ليه خصني نمشي للدار نراجع خصني نحفظ قبل ما ندير يعني هما كيمشيو كيقراو كيمشيو كيراجعوا داكشي اللي عمرهم ما قراو حنا لا حنا اللي ديجا قارين هادشي لا كيجيك داكشي باسل كتقول داكشي قاري انا ما نعاودش نمشي نقراه في الدار حتى يقرا بالاكزام ونقرا وفاش كيقرا بالاكزام كتمشي غير كتطلع ليه كتلقى داكشي ماشي هو اللي كنتي قاري شي حاجه اللي وحده اخرى يعني وي اي اون ديفينيسيون اللي انت سمعتيها في الكلاس راه كاينه ولكن باش تحفظها وباش يعني كيكون اون جينيرال فيت الفوت ما كتبقاش تركز لحقاش كيولي كيجيك داكشي باسل انت ديجا قاري علاش غتعاود تقراه دابا ما كتبقاش كاع تركز باغ كونطرا كيما قلت لكم الناس ديال سيونس فيزيك كيجيهم داكشي زوين كيجيهم داكشي باغيين يقراو باغيين ينجحوا باقي داكشي جديد عليهم يلاه كيكتشفوا فيه داكشي صراحه كيجيبو ما دينوت تحسن منه ولا تقدروا صراحه نتوما كلكم تجيبو دينوت تحسن بون وصلتني اون كوموند ولكن هادي بيان سور غادي نخليها لكم حتى الفيديو ديال الفيديو ديالاش ما عرفت صراحه شنو هي وما غاديش نحلها دابا حتى نسال الا فيديو لحقاش لي حليتها دابا غنبقى نشوف بها نرجعوا فين كنا الناس ديال الايكونومي ما تستاهنوش بهذا الشيء لا بيتو تجيبو دي نوت زوين ما تستاهلوش بهذا الشيء ما تقولوش هذيك الحاجه انا قاريها ما غاديش نعاود نقراها داك الشيء انا عارفه ما غاديش نعاود نراجعو عمرك ما تقولش واخا تكون شي هذاك الشيء باسل يعني داك الشيء ساهل ولكن تنتبه معاه وقراه وانا كنقول لكم هذا الشيء لحقاش انا ما كنتش كنديره والله ما كنتش كنديره حتى 10 رجع ليا 3 ديال لي غتخاباش في الاس 1 وفي الاس 2 رجع ليا
الاس دو نرجع ليه حتى شي غتخباج. هادي حاجه صراحه اللي زوينه بزاف لحقاش كتعلم كتولي تعرف حوايج جداد كتولي تعرف السيستم كي داير فكتولف داكشي كيولي كيجيك ساهل. كيف ما قلت لكم ما تاخذوش هاد ستيب بحال ان ديرني شوا فهمتوني يعني عادي عمرك متعول على شي واحد نهار ديال ليكزام نهار ديال ليكزام ما تحوش على شي واحد خدم بوحدك لحقاش اصلا انت كتكون جالس بوحدك وما كدوزوش بيان سور في لونفي قليل فاش كندوزو فيه ولكن امبوسيبل تنقول امبوسيبل كنا صراحه لا دوزنا كندوزوها كتلفت لي كيشوفك البروف كيش يقول لك واحد موان 2 موان 3 هو وكانتو يدير لك موان اللي بغاو صافي مزيد وفريمون الا دار لك موان ديال شي حاجه كتنقص لك ما كاينش زعما نمشي عنده نطلب هذا الشيء ما كاينش صافي خصكم تنساو هذا الشيء في سوبيريور ما كاينش نمشي نطلب هذا البروف نمشي ندير خدمتي على شي حاجه كتلقاها ما خدمتيش على شي حاجه ما كتلقاهاش. ثاني حاجه الا كنتي باغي تستافد من شي واحد استافد منه قبل لك زعما جرو انت وياه لاتريوم ولا لاتريوم كندوزو فيه ليكزام جرو انت وياه لشي بلاصه شي كافي وقول ليه يشرح لك شي حاجه قول ليه ما فهمتش هذه في الكلاس يشرحها لك ولكن باش تجلس انت حتى النهار ديال ليكزام وتبدا تدور في عينيك فاول حاجه غادي تلقى كل شيء طايح على ورقته يعني قليل جوج الناس هما اللي كتلقاهم كيدوروا في عينهم مفروشين لحقاش لي بروف كيبقاو حاضرين معاهم ما كتنقلو حتى شي حاجه كيبقى البروف الوقت كامل هو حاضر شاك فيك عارف عندك شي حاجه وكيبقى عقلك على وجهك صراحه ديزون كامله ف يعني متعولوش على شي واحد اخر ديما عولوا على راسكم بيتي دير شي حاجه بيتي تنقل جيب داكشي ديالك لراسك من الاخر ف صراحه هادشي اللي عندي ما نقول لكم نتمنى تكونوا استفدتوا منها ولو غير شي حاجه قليله كنتمنى انني نكون شرحت لكم واخا انا ما كنعرفش نشرح بزاف وكنتلف فاش كنكون قدام الكاميرا صراحه كتوقع لي واحد الحاجه اللي فاش كنكون بحال دابا في الدار كنبقى ندرب على فيديو صافي كنبقى كنهضر بالزربه وكنشرح مزيان وكل شيء ولكن انا فوق كنجلس مورا الكاميرا ف كتلف عليا الهضره ما كنبقاش عارفه شنو كنقول كنساو عليا ديمو بون عجبتكم لا فيديو ديروا لي سبسكرايب وديروا جيم لعجباتكم وخليوا لي في لي كومونتير دي زيده ديال لي فيديو الجداد اللي تشوفوهم